بسم الله الرحمن الرحيم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعتبر لشات المراسلة الإلكترونية حرام مع الجنس الآخر، لكن بعض الصديقات يعتبرنها من بين الطرق لخلق الأسباب للحصول على زوج المستقبل، وأن البقاء دون التكلم مع الجنس الآخر هو تقوقع. ما رأيكم؟ خصوصا وأن هذا المرض بدأ ينتشر بشكل مخيف عند المسلمات، وجزاكم الله خيرا. والله هذا الأمر ما رأينا أنه حقق ما تذكرين من الزواج، من زواج النساء، ولكنه حقق علاقات محرمة. ونحن نعلم أنه قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والواجب على كل مسلم أن يحسن إيمانه بالأقدار، فلن يستطيع أن يتحمل التكاليف الشرعية التي كلفه الله عز وجل بها إلا إن كان مؤمنا إيمانا جازما بالقدر، عالما أنه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا لابن عباس وكان غلاما رضي الله تعالى عنه عن أبيه، على ما هو ثابت في سنن الترمذي ومسند أحمد واللفظ للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. محل الشاهد من الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضلوك بشيء لم يضلوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، في رواية أحمد: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل هذه الأمور قدرها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والحديث معروف في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة. فعلى المرأة أن تستعفف وألا تدخل في مثل هذه الحوارات التي يطورها الشيطان إلى الكلام المحرم، ثم يترتب على ذلك المصائب التي نسمع عنها جميعا. فلا بد أن تمتنعي وأن تنكري هذه المنكرات، وأن تعلمي هؤلاء النسوة أن السبيل إلى تحصيل رضا الله عز وجل وإلى تحصيل الزوج في نفس الوقت هو أن نتقي الله عز وجل وأن نعول على العفاف. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ليستعفف